أيضا في القرآن في تمكين بمعنى الملك. نعم، الملك والتملك، وهذا حدث مع سيدنا داود عليه السلام، وحدث أيضا لذي القرنين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذي القرنين على أنه نموذج الحكم الرشيد في القرآن الكريم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، زي ما بقول ابن كثير، إنا أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يعطى الملوك من التمكين والجنود. ولذلك وصف الله تعالى أهل التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ملكناهم وجعلناهم لهم السلطة ولهم القوة ولا معارض لهم. أيضا التمكين بمعنى المنزلة عند الملك أو المنزلة عند السلطان، وده حصل لسيدنا يوسف عليه السلام. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في الحديث عن جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال عن يوسف عليه السلام وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فهي منزلة ذات قدر عند الملك أو عند السلطان. ولذلك في نهاية سورة سيدنا يوسف يقول كما قال الله تعالى على لسانه، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. التمكين بمعنى التهيئة. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. التمكين أيضا يأتي بمعنى التمكين في نعم الدنيا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أيضا في تمكين بمعنى آخر، التمكين للدين، وهذا هو المقصود، هو ده بنتكلم عنه، إن ربنا وعد الدين بالتمكين، ووعد أهل الدين بالتمكين، وعد أهل الاستقامة بالتمكين، وهو القدرة على مزاولة الشعائر في أمن، وإظهار الشعائر دون منازع أو مشوش، كما جاء في سورة النور اللي إحنا هنعيش معها في طريق النور. طبعا في التمكين بمعنى الظفر يعني، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني ظفرتم بهم فأمكن منهم والله عليم حكيم، بمعنى أظفر وأقدركم عليهم. وطبعا في التمكين بمعنى في القرآن بمعنى الثبوت والاستقرار، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، أي ثابت مستقر. هذه بعض معاني التمكين في القرآن الكريم. لكن الله تعالى مكن لعباده المؤمنين على مدار العصور والأزمنة، فذكرنا يوسف عليه السلام وكذلك مكنا ليوسف الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخبر سبحانه عن سليمان عليه السلام وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ده نوع من صورة من صور التمكين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بهذا التمكين الذي وصلوا إليه ويذكرون أيام ضعفهم. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا إخواني وأخواتي، تمكين الله تعالى للإيمان وأهل الإيمان في كل العصور هو مؤكد لأنه من الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله بشر أهل الإيمان ليبلغن هذا الأمر دين الإسلام ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله تعالى بيت مذر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم، أي ما بلغ الليل والنهار. هكذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي
سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فملك الأمة سيبلغ بإذن الله تعالى ما أرى الله رسوله من أرض مشارقها ومغاربها أي كلها. وعندنا الحديث النبوي العظيم اللي بيأكد أن هذه أمة التمكين على مدار العصور الأزمنة، ورسم لنا الخريطة الزمنية لهذا التمكين. فقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، دي مرحلة زمنية. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم يكون ملكا عاضا، يكون ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه. ثم تكون جبريات اللي احنا فيها دي، تكون ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. يا إخواني وأخواتي، التمكين ليس مجرد الحكم والتغلب فحسب. التمكين ليس القضاء على الكفار، التمكين ليس التسلط والعلو، التمكين ليس لفرد أو لحزب أو لمجموعة، وإنما للأمة. ممكن الناس تشتغل بس تموت وما تلحقش التمكين، لكن ربنا بيقول إيه؟ فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون. وآية أخرى: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. التمكين لأهل الإيمان، مش لازم كل حزب ولا التيار ولا المجموعة ولا مسمى. وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم من أهل الإيمان، من الصحابة الكرام ومن ساروا على نهجهم واتصفوا بصفات منكم. فالتمكين ليس الأفراد للدين، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دينهم. تمكين للدين مش تمكين لعروبة ولا لجنسية معينة ولا لحزب معين ولا للدين. علشان كده لما يمكنوا على طول بيمكنوا بالدين، ولذلك لما يمكنوا على طول شغلتهم بالتمكين إيه؟ الذين إن مكنوا فقد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. التمكين علو كلمة الإسلام في الأرض، التمكين عز المسلمين، التمكين تحرير المقدسات، التمكين أن نعود إلى الدولة الراشدة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، التمكين أن نتحقق بفهم التمكين. وفهم التمكين ده عجيب. فذو قرنين لما سورة الكهف ذكرته كنموذج للدولة الراشدة، فإن ربنا قال كده: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. لكن التمكين فقط مش أنه بلغ مشارق الأرض ومغربها، التمكين تعالوا نشوف كده في القصة شيء عجيب جدا. إنه هو أول حاجة في التمكين إنه ملك الإثابة والعقوبة. فربنا سبحانه وتعالى قل له إيه؟ لما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وأجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فاللي يملك أن يعذب الظالم وأن يثيب المطيع هذا عند نوع من التمكن، لكن اللي ما عندوش الميزان ده، الذي لا يملك المعاقبة للمخطئ والإثابة للمطيع، ما عندوش إمكانية، مش عندوش تمكن، ما عندوش معلم من معالم الدولة الرشيدة ولا الحكم الرشيد. فالحكم الرشيد أن يتملك ويتمكن في قوة تردع الظالم وتشجع المطيع والمستقيم. لكن لما لا تستطيع أن تحمل مستقيم ولا تستطيع أن تردع الظالم، فليس عندك أول منطلقات القوة والرشاد. أيضا قال لنا تاني أن ذو القرنين كان عنده موضوع تاني، إنه هو تمكن من إيصال الدعوة للناس، من التواصل مع الناس. لما وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، ما عرفوش يتكلموا في لغة مختلفة، استطاع أن يحل المشكلة دي وتواصل معهم. قالوا على طول: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فده تمكين، تمكين أن تصل وأن تصل برسالتك وبما معك من خير للناس، تتواصل معهم وتوصل دعوتك، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فده نوع من التمكين.